اعتاد في نهاية عمله اليومي ورجوعه لبيته أن يلتزم بكل شروط الوقاية والسلامة، فيبادر قبل لقائه بأسرته إلى تغيير ملابسه خارجا، ومن ثم يبدأ بعد استراحته بعمل آخر يعتقد بأنه مسؤولية ملقاة على عاتقه تجاه المجتمع، إذ اتخذ من نفسه وبيته الصغير خلية أزمة لمواجهة فيروس خطير. من خلال المتابعة لكل صغيرة وكبيرة عن كورونا وآخر الإحصائيات على مستوى العالم وأهم طرق التقليل منه وانحساره، إذ تلك الحقيبة التي يحملها حيدر دوما لطالما كان بداخلها أهم مواد التعقيم التي يحاول دوما بشرائها وتعقيمه لبيته بها يوضح فوائد كل منها من خلال فيديوهات تعريفية عبر صفحته الشخصية، بالإضافة إلى مقاطع فيديوية توعوية عديدة عمل على بثها للناس. المرض يعني مو خطير جدا، يعني لا حد انه الناس يصيب الهلع. الشخص اللي عنده اعراض يروح يراجع او يعني ينتظر ببيته، يقعد يشوف شنو الوضعيه، يسوي الاجراءات الصحيه، يوقي نفسه اذا عنده اعراض، واذا ازدادت الاعراض يروح للمستوصف. افضل ما يبقى قاعد ببيته وهو مريض ويطلع ويلامس الناس. التواصل الاجتماعي فعال جدا للناس، يعني اقل شخص حتى الانسان البسيط يقدر يقلبه. وشفت انه الفيديوهات هي هي الرئيسيه بتوصيل فكره، باعتبارك ناس ما تقرا وتكتب يقدر يسمع. فبديت ابث توعيه، يعني شفت انه الناس فتره من الفترات حسيت انه راح يثير الهلع بنفوسهم. بديت انوع بالمواضيع، اشوف المعلومات اللي خلينا نقول الايجابيه. ولم يخفي حيدر انه ليس بالمختص في شؤون الطب، لكن متابعته المستمره هي من جعلته مزودا بمعلومات جيده، وهناك من يؤمن بها ويعمل عليها، لكن يبقى هدفه ان يصل المجتمع الى درجه عاليه من التعقيم الصحيح. العلم انطى مجال انه هذا الفيروس رغم خطورته بس نقدر نسيطر عليه، يعني اكو طمأنة بالموضوع. طبعا اكو تعليقات استهزاء، اكو تعليقات مثلا انه تقول لك إن احنا نخاف من هيك معلومات، واكو ناس لا بالعكس، يعني نشرت منشور انه يا اذا تشوفون انه المواضيع هاي تخوفكم الغوا صداقتي، فلقيت هواي ناس بالعكس طلعت متابعة لي وقالوا لا استمر، لأن هاي المعلومات يعني ما نقدر نحصلها بسهولة، أنت تقدر تجمعها إنه وتخليها بمنشور. أكو من قالك إنه أنت مو أكاديمي شلون تشرح منشور، أنت مختصاص؟ هو أكو من قال لي، بس يعني قالها يعني بالمزاح، وأكو من ما قدر يقولها مثلا وجه لوجه بس سمعتها. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.